كما مرت في جو عادي مهني، كانت الطلبات، كانت الدفوع الشكلية، كانت الردود ما بين الدفاع والنيابة العامة والجمعية اللي تنصبت طرف مدني. في الحقيقة أنا شخصيا مرتاح للجو اللي داز فيه المحاكمة، لا من حيث موقف جميع أطراف القضية، لا من حيث الدفاع، لا من حيث النيابة العامة، ولا من حيث المحكمة. أتمنى أن يكون الحكم في مستوى تطلعات الدفاع اللي كنمثلو جزء منه حنايا. السي محمد السكاكي هو ابن الشعب، هو وطني، هو ملكي، لا يمكن أن يزايد أحد لا على وطنيته ولا على تشبثه بملكيته. اعتقد ان يعني كل توابل المحاكمه الجيده والمحاكمه في اطار القانون ستكون متوافره ان شاء الله. مجموعه هذه الشكايات لاحظت انه في اطار يعني الملف، ان مجموعه ديال الشكايات انقطرت على النيابه العامه من جميع انحاء المغرب. وانا كنت استغرب لهذه الشكايات، هذه لاصحاب هذه الشكايات، انه كل من كتب ورقه كيصيفطها للنيابه العامه، وكان هذا الرجل هذا السي محمد السكاكي انه ضد المغاربه. هو ماشي ضد المغاربه، هو جزء من المغرب، هو وطني ملكي مغربي. ما هو انا كما قلت له انه فكر بصوت مرتفع.